مساء الخير لكل مشاهدينا، كل مشاهدي تلفزيون المستقبل، وين ما كنتوا عم تتابعونا، وين ما كنتوا محبي الرياضه رح تتابعوا معنا اليوم هالحلقه من فيوتشر سبورت اللي رح تكون منوعه مليئه بالاخبار على صعيد الرياضه المحليه، الرياضه الدوليه، وبالاضافه لضيوف منوعين داخل حلقتنا لليوم. مثل ما عودناكم دائما ابرز الاحداث الرياضيه اللي بتصير بالبلد رح تتابعوها معنا اليوم. اكيد الابرز كان اختتام دوره الجولف، النادي الحلو كثير ببيروت يلي بيجمع دائما اللبنانيه والعرب والاجانب حول دورته الدوليه المعروفه جدا بالمنطقه، وكمان بالاضافه لها كمان انطلاق بطوله بيروت الدوليه الاولى للسيدات بكره السله بمشاركه فرق اوروبيه. على الرغم من كل شيء عم يصير بالبلد وكل هالطوشات اللي عم نشوفها، بعد السبور موجود وبعد الناس حابه تشوف الرياضه وحابه تعيش الاجواء الحلوه. قبل ما نبلش بكل تفاصيل حلقتنا لليوم، بدايه رح تكون مع ضيفنا الاول اللي هو الاستاذ كريم سلام، يلي رح نحكي نحن وياه عن بطوله الجولف يلي نظمها النادي اللبناني للجولف على ملاعبه. واهلا وسهلا فيك، مساء الخير. الله يخليك. يعني اول شيء قبل ما نحكي عن هالبطوله، اول سؤال اليوم، نادي الجولف هالنادي اللي لازم نقول انه المسج تبعه هي مش بس رياضيه، اجتماعيه، بيجسد الوحده الوطنيه. كريم يا ريت تشرح لنا اليوم هيك باختصار قبل ما نفوت على هالبطوله ونشوف صورها اللي انعملت، وبطوله طبعا تاريخيه باسم الراحل سليم سلام. نادي الجولف شو هو؟ اول شيء بدي اخذ الفرصه لاتشكرك لك وللأسرة تلفزيون مستقبل ليعطونا فرصة لنشرح عن النادي أكثر وعن البطولة. نادي الجولف هو النادي الوحيد اللي بقي بلبنان من بعد ما كان في 4 نوادي قبل الحرب الأهلية. النادي هيدا أنشئ سنة 63، رسالته مش بس رياضة مثل ما تفضلت قلت، رسالته كمان بيئية، نحن المساحة الوحيدة الخضراء نحن والكامبس تبع الأيو بي، رسالته سياحية بكل البلدان في عندك نادي جولف، رسالته رياضية كمان، عنا مش بس الجولف، عنا الجولف وتنس وسباحة وعدة رياضات وأنشطة بالنادي الجولف. اليوم يعني شفنا شوي نوع من إذا بدك زكزكة على نادي الجولف، يعني برأيي أنا كمان لازم يتوضح الأمر نوعا ما للناس أنه هيدا النادي بكل دول العالم موجود، وبكل دول العالم الدولة بتدعمه لأنه هو إيماج كمان، هو صورة حضرية عن العاصمة، صورة حضرية عن المدينة يلي يمثل فيها. يعني برأيك الهجوم يلي تعرض له نادي الجولف سابقا هو منظم ولا؟ أنا بالسياسة ما كتير، لا نحكي نحن عن النادي. مزبوط مزبوط، ما في شك أنه نادي الجولف رسالة، والحكومات اللي تعاقبت ساعدت وساندت لوجود نادي الجولف، والرئيس الشهيد رفيق الحريري كان عنده نظرة انه ما في دولة ما في بلد بلا ما يكون فيها نادي جولف، للأسباب اللي شرحتها قبل اللي هي سياحية بيئية ورياضية. فهيدا بيجمع نادي الجولف، وبتصور رح نقدر نحافظ عليه بإذن الله. على كل الأحوال نظمتوا بطولة سليم سلام وبطولة مها سلام بنادي الجولف، رح نبلش نشوف الصور أنا وياك على السكرين. حكينا عن هالبطولة اليوم كريم، يعني شو نظامها، شو بتتضمن، كم واحد شارك فيها وكل تفاصيلها. يعني البطولة هي بالنسخة الـ 44 هي بلشت بصراحة، أعضاء النادي حبوا لما الوالد خطب الوالدة سنة 69 انه يقدموا لهم شيء، قدموا لهم هيدا الكاس. هي عباره بلشت انه لازم الرجال يلعب مع زوجته، هيك بالاساس هيدا كان الفكره تاعيتها، وتطورت خلال السنين لانه صار يجمع انه الفريق يكون مؤلف من شخصين، مثل ما عم تشوف سيدات عم بتشارك، هون كان نقطه الانطلاق، هلا عم نشوف ناس عم تلعب على الملعب. فهيدي النسخه 44 خلال الحرب الاهليه ما وقف ولا مره، كل الوقت كان ماشي. هون عم نشوف حفل الختام مع الدكتور غازي يوسف كان عم يلقي الكلمة. عادة نحن كل سنة بيكون في أحد أصدقاء العائلة بيحكي كلمة عن الوالد والوالدة، الدكتور غازي هون عم بيحكي كلمته. وأكيد يعني كان في مشاركة لافتة من خارج لبنان كمان كريم سلام، هون الدكتور فيصل عنودي رئيس النادي عم يحكي كمان كلمة. خلينا نحكي عن المشاركة الكبيرة اللي كانت برا لبنان. مزبوط. يعني هيدي لافتة كانت، عدد المشاركين من الخارج عنا كان 120 لاعب ولاعبة من عدة جنسيات، وحتى في ناس اجوا خصيصا ليشاركوا بالمباراة من الخليج، وهي المباراة هيدي اكبر وحدة على الرزنامة تاعيتنا بالنادي الجولف، وبينطروها الكل.
واليوم كريم اذا بدنا نحكي عن المستوى، قديش مستوانا بالجولف نحن بلبنان منيح؟ يعني عاده لبنان مثل ما قلنا يعني حتى بالحرب الاهليه ما وقفت هيدي البطوله، قبل نحن كنا وما زلنا من اهم المساحات لنوادي الجولف في المنطقه. قديش مستوانا مهم وقديش نحن قادرين نعمل بطولات حلوه الناس تتابعها والعالم تكون هيك عم تشوف جيمز حلوين؟ هلا اذا عم نحكي على ليفل المحترفين، لبنان حقق كثير نتائج خلال الفترات الماضيه، بس لسوء الحظ الاعلام ما كثير بيضوي عليها عشان ما لها لعبه مشهوره. اذا بتحكي قديش الفرق العربيه متقدمه، يعني صار يحطوا استثمار بالمدربين وبالمعدات، نحن بعدنا محافظين على مستوى عالي كثير كثير كثير، مع انه الشباب اللي عنا هن شباب بيروحوا على شغلهم كل يوم، يعني منهم متفرغين. البلدان البقيه صاروا متفرغين، بس بعدنا نحن عشان نحن دائما عنا شيء اللبناني اللي هي بنسابر وبنعطي. صح صح، هيدا اهم شيء. كل واحد من حاله بيكون بده يعمل شيء فهو بيكمل. كريم سلام، انا بدي اسالك، انت قلت لي الاعلام ما بيضوي على لعبه الجولف، بس في شغله مهمه، يعني انا من الناس اللي بقول انه الجولف شو بدي اروح اعمل؟ بدي احط لي $2000 لالعب جولف بصراحه، حتى نكون واضحين. يعني اليوم اذا عم نحكي عن نادي الجولف، مش كنادي الجولف اللبناني، عم بحكي بكل الدول العالم، ولكن هيدي الفكره كنت انت عم تقول لي تحت الهوا لا صبحي ما تفكر هيك، هي مش مزبوطه. مزبوط، يعني ريت تشرح لنا هون. هي البرسبشن، الفكره اللي اخذينها العالم انه هيدي لعبه البرجوازيه ولا ومنا هيك. يمكن بالزمانات كانت هيك، بس من بعد ما اجت ظاهره تايجر وودز بال95 فتحت مجال ليصير في نوع من التنافس بين الشركات وبين الانديه ليستقطبوا عالم جديد، وبالاخص الناشئين اللي تايجر وودز عنالهم انه انطلاقه جديده. فهالشي خلى انه المعدات والتدريب يكون بسعر كتير 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 مقبول. يعني اليوم اذا بدك انت تتعلم جولف، حتى اذا منك مشترك، بتكلف بحوالي 20,000 ليرة ساعه تدريب. ويكون يعني بفتكر سعر مقبول. يعني اليوم اذا بدك تروح تتسبح باي مسبح تدفع $50، تدفع $50. صح، ف20,000 على ساعه تدريب جولف بفتكر سعر مقبول. لا كثير منيح. اللي بحب يتعلم جولف ما عليه الا يجي لعنا ويقول انا حابب اتعلم لعبه الجولف، ومفتوحه الموضوع، منا بس مسكره للاعمال. يعني هلا انت فاجاتنا كريم، لانه بالفعل نحن ثلاث ارباع العالم تعتقد انه لعبه الجولف هي فقط للناس، يعني سوري اللي مع يعني مع مصاري، الناس يلي طبقه معينه من الـ من الـ من العالم. في اقبال على 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 تدريب الجولف، بتساعدوا انتم كمان؟ يعني انت عم تقول لي انه بيجي لعنا في مدربين. مزبوط. متخصصين. نحن عنا 6 مدربين من ابتداء من حوالي 10 سنين، عملنا اكاديميه للناشئين بالصيفيه 3 مرات بالاسبوع على مده ساعه ونص لعده فئات. عنا بالمعدل حوالي 80 لاعب ولاعبه بيشاركوا تحت عمر 18، وهيدا الشيء خلينا يطلع من عنا لعيبه كثير منيح، في منهم صاروا عم بيشاركوا بالجامعات بامريكا، وفي لاعب اسمه ماتيو مشرفي برز من كم سنه وهلا باذن الله عم بيجرب يفوت على دوري المحترفين. واليوم كريم سلام كمان بدي اتابع معك بموضوع الجولف تحديدا. هيدي البطولة اليوم نحن كلنا بنعرف انه في تكاليف حتى على الناس اللي بتجي من برا، في دعم مثلا من وزارة الشباب والرياضة، في دعم من السبونسرز، في لهالبطولة بالذات. هيدي بطولة النادي مع العائلة هن بيهتموا باللوجيستيك، والاشخاص اللي بيجوا هن بيجوا محبة لانه بيشاركوا لذكرى مؤسس النادي وزوجته. بس ما في شك انه ان كان وزاره الشباب والرياضه على مدى سنين ومدير العام بالاخص زيد خيامه لاي مناسبات برات لبنان بيشجعوا فريق الجولف ومنتخب لبنان باي شيء نحن بنطلبه، دائما واقفين معه. فهيدا موجود يعني. ايه موجود دلوقتي. اليوم كريم المشاركه اللي كانت 120 اكثر من 120 لاعب، كان في اوروبي ولا فقط من بلدان الخليج وعرب ولبنان؟ الحمد لله، مع انه ظروف يعني واحد بيقول انه بيخاف صعب يجوا او صعب يجوا، كان عندنا حوالي 15 اجنبي اجوا، في منهم مقيمين هون وفي حوالي 6 اجوا خصيصا مشان يشاركوا. هالست اشخاص هن ناس تعرفوا على الوالد وتعرفوا وحبوا، وكل سنه بيحطوها بيسالوا انه امتين المباراه على الكالندر مشان يكونوا معنا. انا بدي اقول لك يعطيك العافيه، يمكن وقتنا اليوم ما بيسمح اكثر من هيك، ولكن كريم سلام شكرا لوجودك معنا اليوم داخل الاستوديو، وضحت لنا كثير عن لعبه الجولف، وضحت لنا كمان انه هيدي اللعبه فيها تكون لعبه لكل الناس. انا بهمني بس مشان نعطي النتيجه للربحانين. ايه اكيد يعني بدنا نذكرهم. كان عنا ان احنا 2 كاتيجوري، بالكاتيجوري اللي هي اسمها جروس ربحها الشيخ موسى الزين وحسين عساف،
وبالكاس الاساسي اللي هو كاس سليم سلام ربحها دكتور رمزي مشرفي ونادين صوايا. بحب اقول لهم مبروك. اكيد مبروك للفائزين. فاذا مثل ما سمعنا من ضيفنا كريم سلام، ويعطيكم الف عافيه نادي الجولف، وان شاء الله دائما بهالنشاطات.